انتظم نحو 171 ألف طالب وطالبة في مدارس الشارقة اليوم وسط جاهزية تامة وخطة مرورية محكمة وبلا حوادث، حيث تكاتفت الجهود بين عدة جهات لضمان راحة الطلبة وأولياء أمورهم. الحرس الأميري على العهد هم سائرون، فقبل سطوع شمس أول أيام العام الدراسي الجديد قامت وحدة الأمن المدرسي التابعة لإدارة الحرس الأميري بالتواجد أمام أبواب المدارس منذ الصباح الباكر واستقبال التلاميذ القادمين إليها عبر الحافلات المدرسية، راسمة السعادة على وجوه الأطفال من خلال توزيعها للهدايا عليهم. بدورها استكملت شرطة الشارقة متمثلة بإدارة المرور والدوريات الصورة المشرفة لتنظيم العملية المرورية في ظل غياب تام للحوادث. طبعاً دور الدوريات المنتشرة في كافة طرق الشارجة للتعامل مع كافة الاختناقات المرورية والتدخل في حال وجود أي حوادث لا قدر الله، وضمان انسيابية حركة السير لوصول الطلبة بشكل آمن إلى مدارس. القيادات الشرطية والتعليمية كانت حريصة على متابعة المشهد في أول أيام العام الدراسي، هكذا هي الصورة من الأرض، أما من الجو ولتكتمل الصورة كان لفريق أخبار الدار فرصة التحليق في سماء الشارقة ورصد المشهد بعين صقور الداخلية التابعة للإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية التي قامت بدورها المنوط بتقديم الدعم الكامل من خلال متابعة الحركة المرورية من سماء الشارقة. التعاون هذا يعني يساعد ويقلل من الازدحامات من خلال المراقبة الجوية ويفضي إلى حلول تؤدي إلى انسيابية والابتعاد عن الازدحامات المرورية. هذا وجالت الطائرة المروحية على عدة شوارع في الإمارة وحارست على المرور فوق المناطق التي تكتظ بالمدارس والحافلات المدرسية والطرق المؤدية إليها. القيادة العامة لشرطة الشارجة بالتعاون مع إدارة جناح الجو بأخذ جولة تفقدية على طرق الإمارة وخاصة في المواقع المؤدية لمجمع مدارس سمويلح ومجمع مدارس العزرة، وتفقد الطرق وكان الوضع بمناسبة أول يوم الحمد لله الوضع ممتاز وشاهد انسيابية في حركة السير. إذن هي عيون في السماء تناظر وسواعد في الأرض تؤشر، في صورة تعكس تكاتف وتكامل الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية كافة لتكون بداية العام الدراسي مثالية آمنة للجميع. في سبيل تحقيق انسيابية تامة لكافة الطرق المؤدية للمدارس والحد من الازدحامات المرورية المحتملة، جهود جبارة بذلت من قبل صقور الداخلية وشرطة الشارقة التي حرصت على نشر دورياتها وكافة طواقمها الأمنية لضمان تحقيق السلامة العامة. لأخبار الدار، سعود الكتبي من إدارة جناح الجو الشارقة.